إذا مشاهدي قناة شرطي الكرام، في هذه اللحظات يتم هدم المحلات التي تعود إلى رئيس جماعة السابق الذي عاث في الأرض فسادا. اليوم المحلات تهدم، فالشكر الكبير لرجال القوات المساعدة على هذه المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها. صراحة الشكر الكبير لرجال القوات المساعدة. في هذه اللحظات يتم هدم المحلات اللي شفنا خرجوا منها حوايج، مخرجين منها الدجاج، لكم ان تتخيلوا شخرج منها. بعد سمطر حيت عندك. إذا في هذه اللحظات يتم هدم المحلات التي تعود لرئيس جماعة سابق بعين عتيق. أثناء الهدم سؤال يطرح نفسه: من سوف يحاسب أصحاب هذه الخروقات؟ هل سوف تتم محاسبتهم بقوة القانون؟ إذا في هذه اللحظات ما بقاش اللعب كما تنقولوا. إذا في هذه اللحظات سوف تتم نعتذر منكم مشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات يتم هدم المحلات عندك التي تعود إلى رئيس جماعة سابق. إذا الشكر للسيد الوالي. نعم، إن ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة. إن ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة. شكرا للقوات، الشكر الكبير للقوات المساعدة على هذه المجهودات الجبارة، لرجال الدرك، لأعوان السلطة كذلك. للأسف هذا رئيس الجماعة لا زال يشغل منصب عضو. للأسف هذا الرئيس السابق لا زال يشغل منصب عضو في جماعة عين عتيق. لا زال يشغل منصب عضو في جماعة عين عتيق للأسف. إذا في هذه اللحظات عندك طارق عندك. مابقاش اللعب مع السيد ولي، له جزيل الشكر. الشكر كبير للقوات المساعدة تبارك الله عليهم، لأعوان السلطة كذلك. السيد القائد في هذه اللحظات يتم هدم المحلات التي تعود لرئيس جماعة سابق. إذا يبقى السؤال المطروح: هل سوف يتم محاسبة المسؤولين السابقين عن هذه الخروقات؟ عندك هل سوف يتم هل سوف يتم محاسبة هذه المسؤولين السابقين عن هذه الخروقات؟ مشاهدي قناة شوقي الكرام، محلات مشات، عملية الهدم مستمرة. مشاهدي قناة شوقي تيفي، اعتقد تم هدم 3 المحلات وباقي شي 4 ولا 5 المحلات. دابا راه واخا يتم الهدم، عطيني الكاميرا والسي طارق، هل تم الهدم وتم الهدم، ولكن هذا الرئيس السابق لهذه الجماعه فقد اغتنى غناء فاحشا، عطى دار فلوس ودا للدوله، عطى الله عطاه، يعني ما انما السيد الولي مشكور وله جزيل الشكر على المجهودات الجباره التي يضرب فيها بيد من حديد على كل من تسول له نفسه انه يستغني بطرق غير قانونيه عند توليه اي منصب، لان كنشوفوا بزاف للاسف تعطى لهم مناصب وكيأديو عليها القسم، ولكن نقدروا نقولوا ان السرقه في دمهم كتجري، هما راه داو الفلوس اللي عطا الله عطاه، انما جميل جدا خصنا نقولوا للسيد الولي شكرا. كيف كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، عملية الهدم لا زالت مستمرة. هاد الأكوام، هاد الأكوام أنا غادي نحاول نمشي لكم حداها، هاد الأكوام اللي ما عرفناش شنو فيها، مجموعة من الأكوام مشاهدي شريف، مجموعة من الأكوام مشاهدينا الكرام قد تحتوي على ملابس أو ما إلى ذلك. كتشوفوا دجاج مخرجينه تم تماك. رئيس الجامعة اغتنى غناء فاحشا من هاد المحلات، هو سابق. والطامة الكبرى، المصيبة الكبرى، أنه لا زال عضو في جماعة عين عتيق، لا زال لحد اللحظة عضو في جماعة عين عتيق. هل سيحاسب بقوة القانون؟ لأن لا أحد فوق القانون. هذا رئيس الجماعة هل سيحاسب؟ أو متى ستتم محاسبتهم على هذه الخروقات؟ فشكرا للسيد الولي، وأعيد وأقول إن ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة. رئيس الجماعة السابق اغتنى غناء فاحشا فاللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج بلدنا الحبيب من بين ايديهم سالمين. في هذه اللحظات يتم هدم المحلات التي تعود إلى رأي الجماعة السابق والذي اقتنع بنا أن تافتا منها. فعلا حسبنا الله في كل من تعطى له المسؤولية، وللأسف ما تيصونهاش. لا أحد فوق القانون، لا أحد فوق القانون. نجدد الشكر للسيد الوالي الذي يضرب بيد من حديد على هؤلاء اللي ما كيصونوش الأمانة كما وجد. مازال محلات أخرى مشاهدينا الكرام. وقبل الختام باش نخليكم تشوفوا كيف تتم عملية الهدم، السؤال يبقى، السؤال مطروح: هل سوف تتم محاسبة المسؤولين السابقين على هذه الخروقات؟ هل سوف يتم محاسبة المسؤولين السابقين عن هذه الخروقات؟ هل سوف يتم محاسبة المسؤولين السابقين عن هذه الخروقات؟ إذا تشاهدون معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، الآن عمليات الهدم لازالت مستمرة في إحدى أكبر بؤر الخروقات بمدينة عين عتيق. هذا واقع ولا نخشى في قوله لومة لائم، لا نخشى في قول الحق لومة لائم. أكبر الخروقات كانت ولا زالت للأسف تتواجد بجماعة عين عتيق، البوطات ديال الغاز قابل للانفجار في اي لحظه. لكم ان تتخيلوا العمليه كيف تريبوا البوطات محطوطين، خطر جدا، ضاربين بعرض الحائط. اجي قرب لي الكاميرا، قرب 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 قرب. ضاربين بعرض الحائط سلامه المواطنين. يعني مشكور السيد الباشا انه انتبه دابا حتى يتم ابعادهم. اي 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 يعني خطر جدا، لولا فتنة السيد الباشا وانتباهه فهما البوطات، بوطة والخيوط أثناء عملية هدم. لولا فتنة السيد الباشا مشكور هاد قنينات الغاز راه تشكل خطر خصوصا اثناء عملية الهدم. مشاهدينا الكرام، يتم الان ابعادهم، يتم اجلاءهم باش كانوا داخل هاد المحلات، الله اعلم. ده كان لازم نقولوا بان هذا كان لازم نقولوا بان قنينه السيد مسكين الله الله تضرب في رجليه. لازم نقولوا ان هذه القنينه تشكل خطر باش يتم اجراءها. واكيد انه شفنا شباب عندهم عزيمه كبيره، شباب كثر عندهم عزيمه كبيره لخدمه هذا الوطن. يد واحده لا تصفق، يد واحده لا تصفق. فكاينين شباب تبارك الله عليهم باغيين يخدموا هذا الوطن بحب واخلاص. كفانا او كفانا فعلا، كفانا من اننا الناس يتحطوا في مناصب ويدوا عليها القسم ويشفروا هذه البلاد اللي كياكلوا من خيرها، كياكلوا الغله ويسبوا المله. اثناء التصوير شفتوا معانا خرجين حتى الدجاج داخل هذه المحلات. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، ان رئيس هذه الجماعه لا زال يشغل عضو في جماعه عين عتيق. منا الحدث بالصوت والصوره ولكم التعليق. بركه يلا نمشيو. مازال بزاف ديال المحلات غادي تريبو. إذا نستودعكم الله، نلقاكم في بث آخر مع